بفعل التساقطات المطرية الأخيرة ارتفع منسوب سد طقس بت جنوب شرق ولاية تيزي وزو إلى نسبة 40%، بعدما كانت تضخ إليه المياه من وادي سيباو منذ سنوات كمشروع اتخذته السلطات لتغطية النقص الكبير في منسوب مياهه. كنا في 40 مليون، فهذه اليامات لحقنا 66 مليون ما يعادل 40%. سعة سد طقس بت وصلت إلى 171 مليون متر مكعب، وهي كمية معتبرة لتغطية احتياجات سكان البلديات والدوائر الواقعة في الرواق الرابط بين ولاية تيزي وزو بومرداس والعاصمة وتزويدهم بالماء الشروب، حيث سيستمر ارتفاع منسوبه أكثر بذوبان ثلوج الجبال المحيطة به. عندنا أيضا مشاريع أخرى، وهي إنجاز آبار عبر الولاية وترميم بعض التحويلات ولا القنوات الضخ، وهذا ليسمح لنا باقتصاد في التسربات الكثيرة. إضافة لهذا السد، يتزود سكان بلديات جنوب الولاية بالماء الشروب من سد البويرة الذي يخفف الضغط على سكان المنطقة المتفائلين باستغلال المياه هذه الصائفة بكل أريحية.